طابت أوقاتكم. بداية النشرة مع العناوين. كلمة لباسيل عصر اليوم بعد اجتماع تكتل لبنان القوي. جعجع علي بري: نحن بصدد انتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية. ورقة لبنان حول النزوح على طاولة حكومة تصريف الأعمال. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. عشية الجلسة 12 المخصصة لانتخاب رئيس، عادت سيناريوهات التأجيل لتطرح بقوة، حيث نقل عن الرئيس نبيه بري استعداده للقيام بذلك بناء على طلب البطريرك الماروني، في وقت نشطت حركة المساعي الداخلية في انتظار وصول الموفد الفرنسي لإقامة طويلة في لبنان الاثنين المقبل. لكن بغض النظر عن سيناريو التأجيل، من الواضح أن الفريقين المتنافسين غير مرتاحين، ففريق الممانعة غير قادر على تسويق سليمان فرنجي كمرشح وفاقي في ضوء الاعتراض الوطني والمسيحي الشامل، وفريق التقاطع غير قادر حتى اللحظة على تأمين حصول جهاد أزعور على رقم حاسم بفعل ظاهرة الأوراق البيض وحيلة الهروب إلى مرشح ثالث. أما عنصر المفاجأة فهو الذي يعول عليه كثيرون في أكثر من اتجاه، في غياب المعطيات الحاسمة لمصلحة هذا الفريق أو ذاك. لكن قبل الدخول بآخر ما سجله هذا النهار على المستوى الرئاسي، جلسة لحكومة تصريف الأعمال على جدول أعمالها ملف النازحين. كل التفاصيل مباشرة من السراي مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية، ماذا في تفاصيل هذه الجلسة قبيل انعقادها؟ الله يعافيك ناتالي، انت ومشاهدي شاشه الاو تي في. بالفعل بتمام الساعه 3 بتنطلق جلسه جديده لمجلس الوزراء على جدول اعمالها بندان. الاول هو موضوع النازحين السوريين، وهون معلومات الاو تي في بتشير الى انه رح يصير في استكمال للنقاش بالنقاط يلي سوف تطرح من قبل الجانب اللبناني مع القائمين على مؤتمر المانحين ببروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار. هذا المؤتمر يلي رح يكون ب 14 و15 اي يوم الغد. يعني كان في عده وجهات نظر وفي تفاوت. يعني المطلوب اليوم خلال هيدي الجلسه يصير في خروج بموقف موحد من قبل الجانب اللبناني. ايضا على جدول الاعمال طلب وزاره العدل الموافقه على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين من اجل معاونه رئيس هيئه القضايا بالدعوة المقدمة من قبل الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسي بملف رياض سلامة وشركائه. بهذا الموضوع ناتالي، كان مجلس الوزراء اليوم بده يدرس خيارات تعيين محاميين بيدافعوا عن حق لبنان بالأصول المحجوزة بفرنسا بالقضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يعني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان سبق ورفض المحاميين المعينين من قبل وزارة العدل باسكال بوفي وإيمانويل داوود بذرائع السيفي، وأنه ما وصل سيفياتهم كاملة. هيدي الذرائع ما اقتنع فيها وزير العدل أنري خوري ولا رئيسة هيئة التشريع والقضايا القاضية هيلين اسكندر. سبق الاجتماع اليوم لقاء قام فيه وزير العدل يوم أمس عند ميقاتي وشرح كل المعطيات المتوافرة عنده بخصوص السير الذاتية تبع المحاميين داوود وبوفي وكل التفاصيل من أجل اتخاذ هيدا الخيار. ورح يعرض هيدا الموضوع بتفاصيله
على مجلس الوزراء. أيضا كان في القاضية هيلين اسكندر كان في لها تصريح صحافي أشارت فيه إلى أنه المحاميين الفرنسيين يلي تم توكيلهم رح يكملوا عملهم تحت إشرافها حتى جلسة تموز المقبل من أجل تثبيت الحجز على أملاك سلامة. يعني هون الوقت نطالي في خطورة، وخاصة أنه في تسابق بين في تسابق وسباق بين الدولة اللبنانية والدول يعني الأوروبية يلي سبقتنا بهذا الموضوع بالادعاء على رياض سلامة، وبالتالي اليوم هيدا حق لبنان بأنه يحجز على هيدي الأموال المختلسة كونها رايحة من أموال المال العام. بهذا الموضوع أيضا كانت أضافت إلى أنه تعيين محاميين آخرين من قبل مجلس الوزراء أمر ما بيعنيها للقاضية هيلين اسكندر لأن مهمتها انتهت، وبالتالي هيدي مهمة المدير العام للوزارة يلي عليه بأنه يلاقي محاميين من دون أجر هون لحفظ حقوق الدولة اللبنانية. يعني هاو المحاميين عقد بالتراضي بدون أي أجر، الدولة اللبنانية ما عم تدفعلهم من أجل أنه يتولوا هيدي المهمة. وكانت ختمت بأنه هناك قرار رح يصدر بأربعة تموز بشأن الحجز على أموال سلامة، وتمنت أنه يكون القرار تثبيت الحجز لمصلحة الدولة اللبنانية وما يعني. وهيدا الموضوع إذا في حال حصل بيكونوا المحاميين يلي تم توكيلهم قاما بواجباتهم المهنية على أكمل وجه. أيضا نطالي كان في بند إضافي تم يعني تم إدخاله على الجدول بيتعلق بموضوع نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة العام لعام 2023 إلى موازنات بعض الإدارات. أيضا إذن بدنا ننتظر انطلاق هيدي الجلسة علما أنه في كتير وزراء رح يغيبوا عنا، من بينها يعني وزير السياحة أيضا، وزير الشؤون الاجتماعية يلي أكتور حجار يلي هو أوريدي صار ببروكسل مثل ما ذكرنا مؤتمر المانحين رح ينطلق ب 14 و15، وبدنا نشوف مين رح يحضر هيدي الجلسة، وبالتالي بدنا نشوف هيدول النقاشات لوين بدها توصل وشو رح يصير بنتيجة هيدي النقاشات داخل هيدي الجلسة. أكيد جديد رح نرجع لك معكم خلال التغطية. شكرا لك زميلنا جورج عبود. مؤتمر بروكسل السابع للمانحين ينعقد في 14 و15 من حزيران الحالي، فماذا سيكون موقف لبنان في هذا الإطار وما المطلوب من المجتمع الدولي؟ تقرير أدمى فرح. على وقع أكلاف مرهقة وقاتلة يتحملها لبنان ينعقد المؤتمر السابع للمانحين في بروكسل، أعباء لا تجعل من لبنان الدولة المانحة الأكبر فقط، بل تشكل خطرا على وجوده وكيانه أيضا، على ما شدد تكرارا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال إكتار حجار. فملف النزوح السوري الذي تحول أكبر التحديات التي يواجهها لبنان، فقد كلفته المباشرة على الشعب اللبناني منذ بداية الأزمة وحتى العام 2022 $50 مليار على المستويات كافة، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية وحتى الديموغرافية، مشكلا الخطر الأكبر على الأمن القومي اللبناني في خلاصة دراسة أولية حول كلفة النزوح السوري. في المقابل لم تصل مساعدات المجتمع الدولي المصر على دمج النازحين فتوطينهم في المجتمعات المضيفة إلى $12 مليار، فكيف تتوزع كلفة النزوح التي تخطت $50 مليار على مختلف القطاعات؟ تقدر الدراسة الأولية الأكلاف فيما يلي: قطاع الطاقة ب $23 مليار، وفي قطاع المياه والصرف الصحي $1.633 مليار، النفايات الصلبة 879 مليون دولار، قطاع النقل $1.554 مليار، قطاع التربية $1.500 مليون، قطاع الصحة $611 مليون، الخدمة الأمنية $9.268 مليون. هذا بالإضافة إلى استفادة النازحين السوريين من مجمل كلفة الدعم بما يقارب $3.500 مليون. فماذا يريد لبنان من هذا المؤتمر؟ وما الرسالة المطلوب إيصالها؟ لا سيما وأن عبء النزوح بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية. نحن بالأساس في عنا خشية أنه هذا المؤتمر يكون استمرارية للمؤتمرات السابقة، وخاصة المؤتمر اللي انعمل السنة الماضية إذا ماني مغلط بأيار 2022، واللي كان واحدة من يعني أسوأ المقررات أو التوصيات اللي عنده أنه إبدال عبارة النازحين واللاجئين بعبارة المندمجين. فبالتالي نحن خشيتنا كبيرة لأنه
المؤتمرات المتتالية ما كانت عم بتطمننا، لما كانت عم بتأكد خوفنا بأنه الشيء اللي نحن كنا متخوفين منه بمحاولة المجتمع الدولي إبقاء النازحين في لبنان ودمجهم كمرحلة أولى ومن ثم يعني كأنه توطين مقنع، هيدا الشيء عم بيتأكد. الشيء الآخر اللي مخوفنا بهذا الموضوع إنه نحن على مستوى الاتصالات السياسية التي قمنا فيها وأيضا على مستوى اللقاءات البرلمانية، يعني أنا هون حخبركم عن شيئين صاروا معنا. لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس النيابي عملت شغل يعني وصل إذا جاز التعبير لحوالي شهر ونص اجتماعات، وختمت هذه اللقاءات بلقاء موسع مع إذا ماني مغلط 19 سفير دولة بالاتحاد الأوروبي، وكان موجود أيضا سفير الاتحاد الأوروبي. بهذا الموضوع يتأكد لنا بشكل واضح وجلي بأنه الكل يعني يمارس أو الأغلب بشكل ساحق يمارس سياسة يعني سياسة تجافي المصلحة اللبنانية وتعتدي على السيادة اللبنانية، وهدفها إبقاء النازحين السوريين في لبنان، الأمر اللي نحن رافضينه. ويعني هيدا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا صار في لقاء دعينا ككتل نيابية، كل كتلة يشارك عنا ممثل في لقاء عمله المجلس الاجتماعي الاقتصادي، وكان أيضا حاضر سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء آخرين. واضح أيضا كيف كان التعاطي معنا وأنه ما تريده السلطات اللبنانية شيء غير معقول وغير مقبول وغير قابل للتنفيذ، بأنه البدء بإعادة السوريين بشكل فاعل وحسيس، مش أنه خبريات عائلة من هون وربع عائلة من هون. ووسط دعوات التحرك تزامنا مع المؤتمر. احنا اللي عم نقوله بهذا الملف أنه برغم اليوم شبه الإجماع اللبناني، وهذا تطور كثير مهم حول ملف النزوح ومقاربة النزوح وضررها على لبنان، صار في شبه إجماع لبناني حول هذا الأمر، لذلك شيء جيد هذا، ولكنه لن يكتمل إلا بالتوجه نحو المجتمع الدولي ونحو سفارات المجتمع الدولي الموجودة في لبنان، خاصة سفارة الاتحاد الأوروبي وسفارات بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللي هن يعملون بشكل حثيث لها تحقيق هذه السياسة اللي نحن رافضينها. وبالتالي التحركات الرمزية هي ستبدأ رمزية، ولكن نحن على الأقل فيما يتعلق فينا كتيار وطني حر وعندنا لجنة المتابعة بهذا الملف يعني تدرس خطوات أكثر من هذه الخطوات، وبعتقد أنا الصوت يجب أن يذهب بهذا الاتجاه، وليس يعني إذا جاز التعبير كما يحاول البعض تصويره أنه الأصوات ستتجه باتجاه التصادم مع النازحين السوريين. هذا موضوع يعني نحن ما بدنا إياه يصير، ولا بدنا نعمل اصطدام بين الشعب اللبناني والنازحين السوريين، كل اللي بدنا اياه يرجعوا السوريين الى بلدهم لانه هناك بيعيشوا بكرامتهم مش عندنا ابدا. ويبقى السؤال الأبرز، متى سينظر المجتمع الدولي بعين العدالة إلى لبنان؟ لا سيما وأن نسبة البطالة في لبنان ارتفعت إلى 35%، والكثافة السكانية باتت الأعلى في العالم بمعدل 600 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، إضافة إلى حاجة لبنان لأكثر من 4 مليار دولار لإعادة البنى التحتية إلى ما كانت عليه قبل الحرب السورية، وصولا إلى خسائر كبيرة ونتيجة انخفاض معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، إضافة إلى هجرة الأدمغة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الأخبار حصول جلسة انتخاب الرئيس في توقيتها، مشيرا إلى أن ليس في وارد تأجيلها كما أشاع من جملة تكهنات في اليومين المنصرمين. وقال بري: في حالة واحدة فقط يمكن أن أقبل بتأجيل الجلسة، إذا طلب مني البطريرك الراعي والأفرقاء المعنيون هذا التأجيل. سوى ذلك الجلسة في موعدها. وعما إذا كان يفكر في الدعوة مجددا إلى الحوار، أجاب بري: هذا الموضوع انتهى تماما بالنسبة إلي، مذ أعلنت سليمان فرنجي مرشحنا أصبحت فريقا ولم أعد حكما، ولا يسعني الدعوة إلى حوار كانوا رفضوه مرتين. أفضل حوارا يدعو إليه البطريرك الماروني،
ذلك ما قلته للمطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار في 9 حزيران. وعن رأيه في خطاب فرنشي الأحد وإظهار استعداده الانفتاح على مناقشة البحث مرشح ثالث يحظى بأوسع توافق وطني لانتخابه رئيسا، فلاحظ رئيس المجلس أن ما قصده فرنجي خلافا لما فهمه البعض ليس تراجعا عن ترشيحه أو تخليا عنه، سيبقى مرشحا، فهو تحدث عن استعداد لمناقشة اقتراح وليس عن فكرة تنحيه، مؤكدا أن فرنجي سيظل مرشحا وليس في وارد التراجع، وسنصوت له نحن في جلسة الأربعاء. هذا وتوجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تغريدة إلى الرئيس بري قائلا: الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه في اختيار مرشح على ذوقه، ودعوة كل الآخرين للحوار لانتخابه. من جهة ثانية، نحن بصدد انتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية. لفت النائب عدنان طرابلسي بعد لقائه وأعضاء تكتل التوافق الوطني مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى إلى التداول مع المفتي دريان في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية. قد استمعنا لرأيه ونصائحه القيمة، قال طرابلسي، وتتلخص في التعامل مع هذه الانتخابات تعاملا وطنيا باعتبار ما يمثله هذا المقام على المستوى الوطني قبل أن يكون لهذه الطائفة أو لتلك. وأشار طرابلسي إلى أننا توافقنا على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لحاجة البلد الماسة إلى الانتظام العام بدءا من رأس الهرم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. تكتل التوافق الوطني التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يعلن موقفه الرئاسي النهائي في مؤتمر عند 5 من بعد ظهر اليوم. كما طلبنا من دولة الرئيس أن لا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار، لأن الوسيلة الوحيدة للخروج من النفق اللي عم نمر فيه، والوسيلة الوحيدة لتأمين مظلة التوافق الوطني لتمرير الاستحقاق الرئاسي بشكل دستوري ووطني. واستمعنا من دولته لآخر المستجدات على الصعيد الملف الرئاسي، وخصوصا اللي بيتعلق بجلسة الغد، ولمسنا حرصه الشديد على التوازنات الوطنية الدقيقة اللي بتحمي الصيغة اللبنانية القائمة على أسس تحفظ استقرار سياسي والاجتماعي. كما تمنينا أن تأتي نتائج الغد لمصلحة لبنان واللبنانيين. إلى ذلك، ومن المجلس النيابي أعلنت كل من النائبتين بولا يعقوبيان ونجاة عون عن التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد الرئاسية. تخوين واتهامات بين أعلام الثنائي والقوات في أسرار اليوم. تتهم بعض وسائل إعلام الثنائي التيار الوطني الحر بالانقلاب والقوات اللبنانية بتهديد النواب الذين سيصوتون بورقة بيضاء. سألت أوساط متابعة عن الهدف من دس خبر لقاء بسيل بعباس إبراهيم بالشكل الذي ورد فيه في وسيلة إعلامية معينة بقصد التشويش على جلسة الغد. يحمل جعجع معظم نواب التغيير المسؤولية الكاملة عن العجز الذي وصل إليه دعمه لمعوض، ويحذرهم باستمرار من تكرار التجربة مع أزعور. جهاد أزعور قبل الثورة في تفكير اليوم. الاقتصاد اللبناني كما الاقتصاد الأردني عانى من مشكلة النزوح ومن مشكلة تداعيات الأزمة السورية والأوضاع الإقليمية. إنما ما في شك لبنان مستوى الدين فيه مرتفع، وكذلك مستوى العجز مرتفع. توصية الصندوق للبنان هو العمل على تخفيض سريع لمستوى العجز اللي فاق حوالي 11% للناتج المحلي، إصلاح
هيكلي ببعض القطاعات الأساسية مثل قطاع الطاقة اللي هي ليس فقط تشكل نزيف كبير للخزينة إنما أيضا تعيق عملية إعادة إطلاق الاقتصاد، إصلاح منظومة الحوكمة لجلب مستوى أعلى من الاستثمار، بالإضافة تسريع عملية تطبيق التعهدات الدولية اللي أعطيت للبنان بمؤتمر صادر بباريس، واستكمال هذه المنظومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر تهميشا وضعفا بالمجتمع اللبناني. أمنيا وعلى وقع التخوف من أي تطور، أفادت معلومات صحفية عن العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل النائب نديم الجميل في الأشرفية. مصدر أمني متابع أشار إلى أن وبعد الكشف على الجسم المشبوه يتبين أن لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجرة في داخلها. أطلق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي رسميا منصة هيئة إدارة السير والمركبات والآليات مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني على إمباكت لتسهيل عملية تسجيل السيارات وتخليص معاملات المواطنين. وأشار مولوي في مؤتمر صحفي إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كامل ينهض على مراحل بمصلحة تسجيل السيارات والآليات لتسهيل خدمة المواطن بشكل ممكن، وذلك من خلال إنشاء المواطن حسابه الخاص على المنصة، تحديد المعاملة المنوي تخليصها، حجز موعد وتلقي رسالة نصية تؤكد له التسجيل على المنصة مع الموعد المحدد لإتمام المعاملة من خلال QR كود. كمان مرة بدنا نرجع نقول أنه عملية مكافحة الفساد يلي نقام فيها بهيدي الإدارة ومثل ما لازم يكون بكل الدولة، مش رح نتركها تعرقل أمور المواطنين، إنما نحن مكملين نخلق الحلول بالتعاون مع من يلزم لحتى نسهل أمور المواطنين ولحتى نوصل لإدارة شفافة نظيفة سليمة ممكننة ولو تدريجيا. أنا بالزيارة الماضية لهون حطيت الكل بصورة عمل الضباط والعناصر يلي اجوا لعنا ليساعدونا من قوى الامن الداخلي ليسيروا اعمال النافعه، بالاضافه لبعض الموظفين يلي هن بعدهم موجودين طبعا باشراف المحافظ رئيس الهيئه والعائد رئيس المصلحه. الشغل احسن من قبل، عم يكون اداء العناصر والضباط اسرع، انما تلافيا لمزيد من الازدحام نحن رح نعمل منصة لتسجيل المواعيد. فإذا هالمنصة حنطلقها اليوم، حنطلقها وتيبدأ العمل فيها الخميس، وتيبدو المواطنين يجوا على نافعة الدكويني ويقوموا بمعاملاتهم وفق المواعيد المحددة لهم ابتداء من يوم الثلاثاء. انا هون بقول انه النافعات بصيدا النبطيه طرابلس بعدهم مستمرين 3 ايام بالاسبوع. فاصل ونعود لمتابعه النشره. أهلا بكم من جديد. أطلق رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة فرام الرؤية الاقتصادية لأحياء لبنان، عارضا في خلال هذا الإطلاق لنقاط النهوض الأساسية التي ترتكز على محاربة الفساد واحترام القوانين وتشجيع الاقتصاد المنتج للريعي، مشددا على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للبنانيين. هذا المؤتمر ما كان محدد، ما تحدد من بعد الجلسة بكرة الرئاسية، هذا المؤتمر تحدد قبل، ولكن لأنه شفنا أنه هالجلسة الجاية يمكن تتكرر ما أجلناه، لأنه موجود فيها نعمل بداية المشوار الإنقاذي. ما في إلا يبلش من انتخاب رئيس جمهورية ومشروع متكامل، مشروع متكامل يرجع يرد لبنان مطرح ما بيستحق. خطة إحياء لبنان ما فيها إلا ما تكون خطة متكاملة مبنية
أول شيء على أنه أخذ القرارات والمفيدة والموجعة مش نبديها على القرار، مش نقول القرارات الهينة السياسية المفيدة نخدها. اثنين، من نعتبر ونقتنع أنه القائد الحكيم، القائد الملهم يلي بيقنع، هو القائد يلي بيعتبر قراراته هي مشان الأجيال الصاعدة، بيشتغل على مشاريع طويلة الأمد، ما بيفكر بالانتخابات القادمة بس. حان الوقت لإصدار البطاقة الصحية، حان الوقت لدمج كل الصناديق في لبنان ونعتبر كل اللبنانية محميين. انطلاعا من هون قانون السرية المصرفية هو البند الأول في هذه الخطة. ثاني واحد هو الكابيتال كنترول، الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، وهذا موضوع زملاء النواب الموجودين هون عم يشتغلوا فيه كتير، ولجنة المال والموازنة بصلب هذا الموضوع. من هيك هذا الجيل وهذا العهد وهذا الزمن مسؤوليتنا، إذا بنقدر نفوت لبنان في الإحياء الثاني للبنان، الحياة الجديدة للبنان أو الموت الدائم. أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أنه انعقدت أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن جلسة في الدعوى المدنية المقامة في آب 2021 ضد شركة سافارو LTD من قبل بعض ضحايا انفجار المرفأ يمثلهم مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرت المحكمة بالتعويض للضحايا، وأشار في بيان إلى أنه بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكما في شباط 2023 يثبت مسؤولية الشركة، استمعت اليوم في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة إلى محامي الإدعاء الإنجليز لتحديد مبلغ التعويضات المستحقة للضحايا، وارتكزت المحكمة أيضا على تقرير مفصل وضعه المحامي فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبقته المحكمة البريطانية في الأساس. وأوضحت أن المحكمة حكمت بمبلغ 100,000 جنيه استرليني لكل واحد من المدعين تعويضا عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق 500,000 جنيه استرليني للضحية الجريحة تعويضا عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطية لنفقاتها الطبية. يبقى قبض هذه المبالغ رهنا بتنفيذ الحكم. قرض البنك الدولي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن مجمد، ماذا كشف وزير الطاقة عن السبب؟ تقرير ماريا يمين. تم إيقاف التمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لأسباب سياسية. بهذا التصريح أعاد وزير الطاقة هذا المشروع إلى الواجهة مرتكزا إلى معطيات وتحاليل في الوقت نفسه. بالمعطيات، مسؤولون في البنك الدولي أبلغوا الوزير في أذار 2022 بأن هناك إعادة نظر في الجدوى السياسية للمشروع ليعيدوا تأكيد ذلك منذ أشهر قليلة، والنتيجة أن المشروع مجمد. أما بالتحليل فمقارنة بسيطة بين تعاطي البنك الدولي مع مشروعين أحدهما زراعي وآخر لتمويل الطاقة المتجددة وبين مشروع استجرار الكهرباء الذي يفوقهما أهمية كفيلة بكشف السبب. القاسم المشترك بيفرق الوحيد بالنسبة لمشروع الغاز المصري بالكهرباء الأردني هو مرور هذا الموضوع، هذا الغاز، وانتفاع سوريا من هذا العقد. مع العلم أنه كان تم نوعا ما بلورة حل عبر أنه الانتفاع السوري يكون عيني وليس مالي لحتى نتجنب المواضيع عقوبات قانون أيضا. أكثر من هيك أنا ما بعرف، يعني هون نوصل لمحل هيدي هي التحليلات اللي عندي إياها بالنسبة للشروط اللي كنا حاطينها، هني إنه في شروط ولازم تعمل كل الشروط لحتى نفوت على موضوع التمويل أو تحديدا على موضوع المفاوضات على التمويل، لأنه حتى ما دخلنا على المفاوضات، بينما بالمشروع الثاني تبع الجيت مشي بسرعة كتير وراحوا على المفاوضات أسرع ما يكون.
لافت في الموضوع أن البنك الدولي شارك إلى جانب 4 دول عربية في مراجعة تفاصيل العقود 4 الخاصة بالمشروع وتوقيعها، علما أن وزارة الطاقة نفذت سلسلة شروط وأصلاحات وضعها البنك الدولي، ومنها تعيين مدقق في حسابات كهرباء لبنان، إصلاح البنى التحتية، تصحيح تعرفة الكهرباء للمشتركين، تعيين الهيئة الناظمة، إذ تمددت مهلة طلبات الانتساب إليها لغاية 31 آب 2023 لتكون التعويضات المدفوعة لأعضاء الهيئة المعينين بحسب المعايير المعتمدة عالميا. وعليه، إن دل تعاطي البنك الدولي مع هذا القرض على شيء فهو على أن كل الإشارات الإيجابية، لا سيما إبلاغ السفيرة الأمريكية الرئيس السابق ميشيل عون بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، كانت مجرد أوهام، ليبقى التعويل حاليا على التطورات الإقليمية الجديدة وانعكاساتها. وبانتظار ذلك، بشرى سارة بشأن التغذية الكهربائية نهاية تموز، فأزمة الفيول حلت مع زيادة الكمية المستوردة من العراق في تجديد الاتفاقية ومع توقيع عقد تجاري مؤخر الدفع لاستخدام الكرود أويل. وعليه، تبقى التغذية رهن الطاقة الإنتاجية للمعامل وصيانتها. اليوم بالتعريفة والإصلاح اللي عملناه وزيادة التعريفة، مش بس نقدر نغطي كلفة الفيول، وأيضا نقدر نغطي كلفة الصيانات اللازمة، ولكن بدنا الوقت اللي لازم لينعمل هذه الصيانة. في بالزهراني وقت رح يكون محتاجينه ليعملوا الصيانة اللي بيسموها الميجر أوفرهول لتاني مجموعة، يمكن كان عن مين وحدة وبدنا نعمل وحدة تاني، وفي صيانات ضرورية كمان لمعامل الزوجية اللي هني reciprocating engines، اللي هني كمان لازم يوصل لحل مع المشغل اللي هو اليوم ما عم بيشغلهم للمعامل، لأنه في فترة ما كان في فيول، هلأ صار في فيول بده يشغل المعامل. فهول هني العقبات اللي هني ناطريننا بالنسبة لموضوع زيادة التغذية. حتصير في زيادة التغذية من آخر الصيف، مفروض تزيد التغذية، ولكن لنوصل لعدد ساعات الأقصى بالطاقات لازم كمان يصير في الأوفرهول أو الصيانات الأساسية اللي لازم تصير للمعامل. إلى ذلك، متابعة جدية لتحصيل المستحقات من مخيمات النازحين واللاجئين، فالعدادات موجودة ولا عذر لعدم الدفع، واللبنانيون غير قادرين على تحمل الكلفة خصوصا مع رفع التعريفة. 45 عاما على مجزرة إهدن في تاريخ اليوم. على خلفية تصفيات واعتداءات متبادلة على مدى أشهر بين الكتائب والقوات والمردة في الشمال وزغرطة، شهد يوم 13 حزيران 1978 على مجزرة في إهدن حصلت خلال هجوم قاد سمير جعجع بأمر من بشير الجميل على قصر الرئيس سليمان فرنجية، وشكل الحدث المأساوي الانقسام الأول بين المسيحيين في سياق الحرب، ولا تزال تداعياته مستمرة بعد 45 عاما على حصوله. فاصل جديد ونعود. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده سارت مئات الخطوات فيما يتعلق بما هو مطلوب منها، في حين لم تلقى أي خطوة من الدول الأخرى، داعيا تلك الدول إلى أن تبدي حسن النوايا والتوقف عن تجويع الشعب السوري كما قال. وحيا المقداد على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك المنعقد في الرياض، الدورة الفعالة للسعودية وفي مقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تمتين العلاقات العربية العربية والعلاقات العربية الثنائية مع الدول المؤثرة حول العالم. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا، إلى اللقاء.